أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة كورونا خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من 30 من مايو ولمدة 15 يوما. كما أصدر مدبولي قرارا آخر بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة 4000 جنيه للمخالفين لقرار تنظيم الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر. دعونا نشاهد تفاصيل هذه القرارات ثم نعود لمناقشتها مع ضيفنا. إذا نناقش هذه القرارات مع ضيفنا من القاهرة الأستاذ ماجد عاطف الكاتب الصحفي، مرحبا بك معنا. بداية أستاذ ماجد، هل تتوقع أن يكون هناك التزام من طرف الناس بهذه القرارات، وأيضا هل تغليظ العقوبة سواء بالحبس أو بدفع يعني غرامة ب4000 جنيه تقريبا ستكون كافية لإلزام الناس للالتزام بهذه القرارات؟ مساء الخير. هو هل الناس هتلتزم ولا لا؟ اعتقد ان الناس متقسمه في مصر شرائح، يعني في عندك شريحه اجتماعيه هي الطبقه الوسطى، الطبقه الدنيا، الطبقه العليا. اعتقد ان الطبقه الوسطى فما نازل لتحت قطاع بعد منه لسه ما عندوش ادراك او لسه الوعي مش كافي بخطوره الموقف، لسه بتعامل الموضوع بمنطق سلمها لله والموضوع معدي ان شاء الله. فهل هيلتزموا بيها ولا لا؟ ما اعتقدش ان هيحصل التزام بشكل كافي للاسف، اتمنى يكون كلامي غلط بس توقعي انها مش هتلتزم. هل تطبيق الغرامه هيجبر الناس؟ المشكله انك انت تطبيق الغرامه ده ممكن هتطبقه ازاي؟ يعني مثلا الشوارع الرئيسيه المدن الكبيره ممكن تعمل فيها، لكن في الحواري الجانبيه في الارياف في القرى هتجبرها ازاي؟ ما برضه لو الناس مش ملتزمه بالموضوع لو هتجبر الناس تخسرها ازاي؟ هتجبر الناس تحط كحول ازاي؟ هتجبر الناس ترمي هناك ازاي؟ هتبدأ الناس تبعد المسافه المتر ونص عن الشخص. يعني توجد مشكله حتى في آلية تطبيق القرار نفسه. مش مساله آلية تطبيق القرار، مساله بقول لك هو يعني الموضوع نفسه الناس جزء اساسي منه. السؤال بتاعك هل الناس هتلتزم ولا لا؟ انا ما اعتقدش ان اتمنى يكون كلامي غلط بس عندي توقع ان في نسبه كبيره من الناس مش هتلتزم ومش مدركه خطوره الموقف. طيب للاسف.
ولكن أستاذ ماجد، يعني هناك رفاهية البقاء في المنزل ربما ليست يعني متوفرة للكثيرين. هناك ناس يمكنهم البقاء في المنزل، لديهم موارد رزق، ولكن هناك فئات أخرى، أعداد كبيرة ربما من الناس مطالبون بالنزول إلى الشارع، مطالبون بالنزول للحصول على لقمة العيش. كيف ستتعامل الدولة مع هؤلاء؟ هل ستوفر لهم موارد رزق أخرى؟ هل ستوفر لهم مساعدات مالية؟ كيف ستتعامل مع هؤلاء؟ هو ده سؤال تاني، ما حدش قال الناس ما تشتغلش. السؤال الاولاني حضرتك سالته، هل الناس هتلتزم بالاجراءات الاحترازيه والمعايير السيفتي ولا مش هتلتزم بيها؟ الناس تقدر تشتغل طبيعي، مين اللي بيشتغل؟ الناس احنا لازم نشتغل، ما حدش قال ما تشتغلش. العالم كله بيبتدي الناس تشتغل، لكن الازمه مش كده. الازمه انت وانت نازل تشتغل، ايه الحد الاقصى من امانك اللي هتاخده؟ المسافات اللي هتاخدها؟ الماسك اللي هتلبسه؟ مش هتسلم على حد، مش هتبوسه؟ الاجراءات دي نفسها دي الناس اللي هتعملها، مش الحكومه اللي هتعملها. لكن فكره ان نقول للحكومه هتعمل ايه، الناس هتقعد في بيتها؟ طبعا محدش قال هتقعد في بيتها، مش على منطقه، مش عملي. حتى في امريكا خلاص مش هينفع، لازم في الاخر الناس هترجع تشتغل والامور هتستمر. لكن هتستمر ازاي والناس نفسها مش واخده ده؟ خصوصا انت عندك على الجانب الاخر في مشكله، انك انت مستحيل هتلاحق لو على الاعداد كبيره. لو وقعت المستشفيات النظام عندك مش هيسد على الناس دي لو وقعت. فالحكايه احنا في موقف يعني مزي. صحيح. ايضا استاذ ماجد، فيما يتعلق بالزاميه ارتداء الكمامات وهي اصبحت الزاميه، يعني القرار فوري وتنفيذه اجباري فورا، هل هذه الكمامات ايضا متوفره بالاعداد الكافيه في الأسواق؟ وأيضا هل هي متوفرة بأسعار في متناول ضعاف الحال، في متناول الجميع؟ هل عملت الدولة على هذا الموضوع بالذات، يعني في توفير الكمامات بأسعار؟ نعم، أنا ما عنديش تصور في البلد كلها الوضع كمامات إيه، مش هقدر أحكي لك في النقطة دي. لكن مثلا عند النقابة في كمامات، في شارع القصر أنا بتكلم هنا على الدائرة المحيطة بيا في كمامات، لكن مثلا ما أعرفش في الأقاليم، في الصعيد، في الدلتا، الوضع لكن في الدائره المحيطه فيا في كمان. ولكن تظل يعني اعداد قليله، في حين أن القرار يقول بالزاميه ارتداء هذه الكمامات لكل الناس. كيف ستطبق الدوله هذا القرار؟ ما انا بقول لك انا ما اعرفش اعداد قليله ولا كثيره. انا فعلا مش رافض الموضوع ده، انا ما قلتش. نعم. هل في تبانها وفي الصعيد في كمامات ولا فيش كمامات؟ لكن في المحيط بتاعك. شكرا جزيلا لك ماجد عاطف، الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة.